السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا عن cells and organs of the immune system. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه lymphoid organs او يعني ايه lymphoid tissues؟ دي عبارة عن tissues بيطلع منها lymphocytes ويحصل لها فيها development وmaturation وdifferentiation. الليمفويد اورجانز بقسمها لنوعين. النوع الاولاني اسمه برايمري ليمفويد اورجانز، واحيانا بسميه سنترال ليمفويد اورجانز، والنوع الثاني سكندري ليمفويد اورجانز او سكندري ليمفويد تيشوز، واحيانا بنسميها بريفرال ليمفويد اورجانز. البرايمري ليمفويد اورجانز دي عباره عن البون مارو والسايموس. البي لينفوسايتس والتي لينفوسايتس بتطلع من البون مارو. البي سيلز بيطلع او بيحصل لها ماتوريشن في البون مارو، اما التي لينفوسايتس لازم تروح السايموس علشان يحصل هناك ماتوريشن. اما السكندري لينفويد اورجانز او السكندري لينفويد تيشوز دي عبارة عن لينفاتيك تيشوز او كل اللينفاتيك تيشوز اللي موجودة في الجسم عندي، زي السبلين، تونسلز، الليمف فيزلز، الليمف نودز، الادينويدز والليفر. اذا السكندري لينفويد اورجانز دي عبارة عن اي لينفاتيك تيشو موجود عندي في الجسم، غير طبعا البرايمري لينفويد اورجانز. اذا البرايمري لينفويد اورجانز دي نوعين او حاجتين بتشمل البون مارو والسايموس، لكن السكندري لينفويد اورجانز دي عباره عن اي لينفاتيك تيشو موجود عندي في الجسم، زي السبلين والتونسلز والليمف فيزلز والليمف نودز والادينويدز والليفر. اذا البي سيلز والتي سيلز مجرد ما بيحصل لهم ماتوريشن في البرايمري لينفويد اورجانز بيروحوا البلاد ستريم علشان يوصلوا البريفرال لينفويد اورجانز. الستيم سيل او الخليه الجذعيه اللي موجوده في البون مارو قبل ما يحصل لها ديفرنشيشن لاي نوع من انواع الخلايا المناعيه، فهي بتديني يا اما لينفويد بروجينيتور يا اما مايلويد بروجينيتور. اذا الستيم سيل ممكن تديني لينفويد بروجينيتور يا اما يحصل لها ديفرنشيشن لمايلويد بروجينيتور. لو الستيم سيل اللي موجوده في البون مارو ادتني لينفويد بروجينيتور، اللينفويد بروجينيتور ممكن يحصل لها ديفرنشيشن بعد كده يا اما لتي لينفوسايتس يا اما لبي لينفوسايتس يا اما لناتشورال كيلر سيلز. اما لو الستيم سيل ادتني مايلويد بروجينيتور، فالمايلويد بروجينيتور هيحصل له ديفرنشيشن ليه يا اما جرانيولوسايت يا اما ماست سيل يا اما مونوسايت يا اما دندريتك سيل. الجرانيولوسايت ممكن يحصل لها ديفرنشيشن ليه يا اما نيوتروفيلز، ايزينوفيلز او بيزوفيلز. و المايلويد بروجينيتور لو ادتني مونوسايتس، المونوسايتس ممكن تبقى ماكروفاجس. اذا الستيم سيل في البول مارو يا اما يحصل لها ديفرنشيشن للينفويد بروجينيتور يا اما يحصل لها ديفرنشيشن لمايلويد بروجينيتور. لو حصل لها ديفرنشيشن للينفويد بروجينيتور هتديني تي لينفوسايتس يا اما ناتشورال كيلر سيل يا اما بي سيل، لكن لو حصل لها ديفرنشيشن لمايلويد بروجينيتور يا اما هتديني جرانيولوسايت او ماست سيل او مونوسايت او دندريتك سيل. نيجي بقى لمجموعه من الخلايا او مجموعه من السبيشاليزد سيلز اللي بسميها انتيجين بريزنتنج سيلز. الانتيجين بريزنتنج سيلز من اسمها دي عباره عن انواع من السيلز بتعمل بريزنتيشن للانتيجين. طيب هو يعني ايه انتيجين؟ الانتيجين ده عباره عن اي جسم غريب عن جسمي، اي
حاجة غريبة عن جسمي بسميها أنتيجين. إذا الأنتيجين بريزنتنج سيلز دي مجموعة من السبيشاليزد سيلز اللي ممكن تعمل كابشر للميكروبيال أنتيجينز and display these antigens to lymphocytes. لأن عندنا مجموعة من الإيميون سيلز ممكن ما تقدرش تتعرف على الأنتيجين وهو free في الجسم أو free في البلد، لازم يبقى presented على سطح antigen presenting cells. فمثلا التي لينفوسايتس ما تقدرش ان هي تتعرف على الانتيجنز فري في البلد، لازم تبقى بريزنتد على سطح واحده من الانتيجن بريزنتنج سيلز. ايه هم انواع الانتيجن بريزنتنج سيلز؟ اول نوع عندنا دندريتك سيلز، تاني نوع ماكروفاجس، تالت نوع البي لينفوسايتس. إذن الأنتيجين بريزنتنج سيلز دي عبارة عن دندريتك سيلز، ماكروفاجس، and B لينفوسايتس. هنبدأ بقى نتكلم على كل خلية من خلايا المناعة بتفاصيل أكتر، وهنتكلم عن البي لينفوسايتس. البي لينفوسايتس بتمثل 30% من الري سيركيوليتنج لينفوسايتس، وزي ما قلنا البي سيلز بتطلع من البون مارو بعد ما بيحصل لها ماتوريشن، وبعدين بتروح البلد عشان توصل السكندري لينفويد اورجانز او البريفرال لينفويد تيشوز. هناك بيحصل لها اكتيفيشن وتبدا تقوم ب الأدوار بتاعتها. أول حاجة البي لينفوسايتس تقدر إن هي تفرز أجسام بنسميها أنتيبوديز، بس ده عن طريق بعد ما تتحول لبلازما سيلز. يعني البي لينفوسايتس بتتحول لبلازما سيلز، والبلازما سيلز بتبدأ تدينا الأنتيبوديز. أيضا البي لينفوسايتس بتقدر تقوم بدور البريزنتر للأنتيجينز، دي واحدة من الأنتيجين بريزنتنج سيلز اللي تقدر تقدم الانتيجنز على سطحها للأذر إيميون سيلز. تعالوا بقى ناخد فكرة عن السيرفيس ستراكشرز اللي موجودة على سطح البي سيلز علشان نقدر نفهم أكتر الوظيفة اللي بتقوم بيها البي سيلز. إيه الحاجات اللي موجودة على سطح البي سيلز؟ أول حاجة بي سيل ريسبتور، ده اللي بيتعرف على الانتيجنز. طب هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مونوميريك اميونوجلوبولين ام، او ممكن يكون اميونوجلوبولين دي. يبقى السيرفيس ستراكشر او اول سيرفيس ستراكشر على البي سيل هو البي سيل ريسبتور، ده بيتعرف على الانتيجن، ممكن يكون مونوميريك اميونوجلوبولين ام او اميونوجلوبولين دي. في other surface structures موجودة على البي سيل زي CD32 وده receptor for FC portion of immunoglobulin G، يعني receptor يقدر يمسك فيه ال FC portion بتاع ال immunoglobulin G، وده هندرسه في ال structures بتاع ال immunoglobulins. CD21 ده receptor لل C3 component of the complement. C3 ده نوع او كومبوننت من الكومبوننتس بتاعه الكومبلمنت سيستم، هندرسه لما ندرس الكومبلمنت سيستم. فاذا CD21 ده ريسبتور يقدر يمسك فيه C3 كومبوننت اوف كومبلمنت. ايضا في سيرفيس ستراكشر اخر موجود على سطح البي سيل اسمه B7، ده بيقدر انتر اكت ويز CD28 على سطح التي سيلز. other surface structure اسمه CD40 interact with CD40 ligand on تي سيلز. هنكمل ايضا ب other surface structures زي ال MHC class 2، وده فايدته antigen presentation. زي ما قلنا ان البي سيلز واحده من الانتيجين بريزنتنج سيلز،
فال ام اتش سي كلاس 2 ده بيحصل عليه انتيجين بريزنتيشن. السي دي 90 ده بيستخدم كلينيكالي تو انيوميريت البي سيلز اللي موجوده في البلد. اذا ايه هي السيرفس ستراكشرز اللي موجوده على سطح البي سيلز؟ البي سيل ريسبتور، السي دي 32، السي دي 21، بي 7، سي دي 40، ام اتش سي كلاس 2، سي دي 90. نيجي بقى للنوع الثاني من الليمفوسايتس اسمها تي ليمفوسايتس او تي سيلز. بتمثل حوالي 60% ل70% من الليمفوسايتس اللي موجوده في البريفرال بلد. وزي ما قلنا التي ليمفوسايتس بتطلع من البون مارو بعد كده بتروح السايمس علشان يحصل لها ديفرانشيشن وماتوريشن. بعد الفاينل ماتوريشن بيبقى على سطحها تي سيل ريسبتور سي دي 3 كومبلكس، وكمان بيبقى على سطحها سي دي 4 مولكيول او سي دي 8 مولكيول. لو التي سيل على سطحها سي دي 4 مولكيول هسميها سي دي 4 تي سيل، ولو على سطحها سي دي 8 مولكيول هسميها سي دي 8 تي سيل. وزي ما قلنا قبل كده ان التي ليمفوسايتس ما تقدرش تتعرف على الانتيجين فري في البلد او فري في الجسم، لازم يكون بريزنتد على سطح واحده من الانتيجين بريزنتنج سيلز. يعني التي ليمفوسايتس ما تقدرش تتعرف على الانتيجين الا هو موجود الا وهو موجود على ام اتش سي مولكيول من اللي موجوده على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل. هنتكلم على اول نوع من انواع التي ليمفوسايتس بسميها سي دي 4 تي سيلز او سي دي 4 افكتور سيلز. السي دي 4 تي سيلز او البروليفريتنج سي دي 4 تي سيلز ممكن تكون واحده من اربعه من كاتيجوريز. ممكن تبقى تي هيلبر 1، ممكن تبقى تي هيلبر 2، ممكن تبقى تي هيلبر 17، وممكن تكون regulatory T cells. يبقى نقدر نقول ان انواع CD4 T cells T helper 1 cells T helper 2 cells T helper 17 او regulatory T cells. اول نوع عندنا في CD4 T cells هو تي هيلبر 1 سيلز. طيب ايه الوظيفة بتاعتها؟ وظيفتها او مسؤولة عن السيل ميديتد اميون ريسبونس. يبقى تي هيلبر 1 سيلز دي مسؤولة عن السيل ميديتد اميون ريسبونس. ده بيكون عن طريق مجموعة من السيتوكاينز بتقدر هي تفرزها، اللي هي انترفيرون جاما، انترلوكين 2، تيومر نيكروزيس فاكتور بيتا. يعني التي هيلبر 1 سيلز علشان تقدر تقوم بوظيفها لازم تفرز مجموعه من السيتوكاينز زي الانترفيرون جاما، الانترلوكين 2، والتيومر نيكروزيس فاكتور بيتا. طيب ايه بقى هي المين فانكشنز اوف تي هيلبر 1 سيلز؟ اول حاجه اكتيفيشن اوف ماكروفاجز عشان تقدر تقتل الانترا سيلولار مايكروبس. 2 بتزود السيتوتوكسيسيتي اوف سي دي 8 تي سيلز، هندرسها كمان شويه، والناتشرال كيلر سيلز. ثالث حاجه ان هي بتخلي البي سيلز تقدر تدينا نوع من انواع الاميونو جلوبولينز يساهم في الاوبسونيزيشن او مهم في الاوبسونيزيشن. يعني تي هيلبر 1 سيلز
بتخلي البي سيلز او بتقول لها انا عايزاكي تفرزي لي انتي بودز مهمه في الاوبسونيزيشن. النوع الثاني من السي دي 4 تي سيلز اسمه تي هيلبر 2 سيلز. طيب هي مسؤوله عن ايه؟ او ايه هي الوظيفه بتاعتها؟ ان هي مسؤوله عن الهيومورال اميون ريسبونس. يبقى تي هيلبر 2 سيلز دي ميديت الهيومورال اميون ريسبونس. طيب ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق ايضا مجموعه من السيتوكاينز بتقدر تفرزها بتساعدها على الوظيفه بتاعتها، زي انترلوكين 4، انترلوكين 5، انترلوكين 6، انترلوكين 9، انترلوكين 10، and انترلوكين 13. وده مهم جدا جدا علشان يقدر يديني سترونج هيومورال ريسبونس او سترونج انتي بودي ريسبونس. ايضا من الوظائف بتاعه التي هيلبر 2 سيلز انها بتعمل اكتيفيشن للماست سيلز والايزينوفيلز، وانها ايضا بتخلي البي سيلز ان هي تصنع نوع من انواع الاميونوجلوبولين اسمه اميونوجلوبولين اي. ده مهم جدا في محاربه الهيلمنسز والطفيليات بصفه عامه. النوع الثالث من السي دي 4 تي سيلز اسمه تي هيلبر 17، والتي هيلبر 17 بيفرز سيتوكاين مهم جدا ومنه جاي اسمه انترلوكين 17. طيب ايه وظيفه الانترلوكين 17؟ الانترلوكين 17 بيخلي الاسترومال سيلز والابيسينيال سيلز تفرز انترلوكين 8، والانترلوكين 8 ده مسؤول عن الـ recruitment of neutrophils and macrophages to infected tissues، وبالتالي له دور مهم جدا في الـ innate immunity. إذا الـ T helper 17 ده له دور مهم جدا في الـ innate immunity. النوع اللي بعد كده في انواع السي دي 4 تي سيلز اسمه تي ريجولاتوري سيلز. السي دي 4 تي سيلز هتبقى تي ريجولاتوري سيلز لو اتعرضت لترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. طيب التي ريجولاتوري سيلز بتقدر تقوم بوظيفتها عن طريق ان هي تفرز سيتوكاينز اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا والانترلوكين 10. الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا والانترلوكين 10 ممكن يعملوا سبريشن للاميون ريسبونس. طيب هو احنا محتاجين نعمل سبريشن للاميون ريسبونس؟ ايوه، بعد ما الاميون سيستم او الاميون ريسبونس تقوم بوظيفتها خلاص احنا محتاجين نعمل كنترول، محتاجين نوقف الاميون ريسبونس بعد ما قامت بوظيفتها. ده بيكون عن طريق التي ريجولاتوري سيلز. هنيجي للنوع الثاني من التي لينفوسايتس وهو السي دي 8 تي سيلز. وزي ما قلنا السي دي 8 تي سيلز بنسميها كده علشان على سطحها السي دي 8 مولكيول. لها وظيفتين مهمين جدا، ان هي بتعمل كيلينج للانفكتد سيل، وايضا مهمه جدا في التعرف على التيومرز ومحاربتها. ازاي بقى السي دي 8 تي سيلز تقدر تعمل كيلينج للانفكتد سيلز وللتيومر سيلز؟ ايه هو الميكانيزمس اوف كيلينج اوف ذا سي دي 8 تي سيلز؟ في عندنا اكتر من ميكانيزم. أول ميكانيزم عن طريق secretion of cytotoxic granules. الـ CD8 تي سيلز أو الـ cytotoxic CD8 تي سيلز هتفرز cytotoxic granules بنسميها perforin وجرانزيمز.
البيرفرين وظيفتها ان هي تعمل بورز في الانفكتد سيلز، تعمل فتحات في الانفكتد سيلز، فده هيسهل وهيسمح للجرانزايمز انها تدخل جوه الانفكتد سيل وتبدا تعمل بروجرامد سيل ديث اللي بنسميه ابوبتوزيس. يبقى اذا البيرفرين بيعمل بورز في الانفكتد سيل، فده بيخلي الجرانزايمز تدخل جوه الانفكتد سيل وتعمل بروجرامد سيل ديث بنسميه ابوبتوزيس. الميكانيزم الثاني عن طريق فاز ليجند انتر اكشنز. الاكتيفيتد سي دي 8 تي سيلز بيبقى على سطحها فاز ليجند، ده بيعمل بايندنج مع اتس ريسبتور على سطح الانفكتد سيل. الريسبتور بتاعه هنا بيكون فاز. الانفكتد سيل بتزود الاكسبريشن اوف فاز، وبالتالي الاكتيفيتد سي دي 8 تي سيلز او السي دي 8 تي سيلز بتقدر ان هي تتعرف عليها وتموتها برضو عن طريق الابوبتوزيس. ايضا السي دي 8 تي سيلز ممكن تعمل كيلينج للانفكتد سيلز والتيومر سيلز عن طريق سيكريشن اوف سايتوكاينز زي التيومر نيكروزيس فاكتور الفا والانترفيرون جاما، والاثنين دول لهم انتي تيومر وانتي فايرال اكتيفيتي. هننتقل الى نوع اخر من انواع الاميون سيلز وهي الناتشرال كيلر سيلز، وهي نوع من الليمفوسايتس. الناتشرال كيلر سيلز بتمثل حوالي من 5-10% اوف بريفرال ليمفوسايتس، وزي ما قلنا قبل كده ان هي من السيلز اوف انيت اميون سيستم، وبما ان هي من السيلز اوف انيت اميون سيستم فهي بتبقى مور اكتيفيتد في وجود السيتوكاينز اوف انيت اميونيتي. ايضا من الحاجات اللي بتميز الناتشرال كيلر سيلز ان هي نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني وان ناتشرال كيلر سيل كان كيل ميني ديفرنت فورين سيلز. ايضا من الحاجات اللي بتميز الناتشرال كيلر سيلز ان هي نون ام اتش سي ريستريكتد، يعني مش محتاجه انتيجين بريزنتيشن بالام اتش سي، يعني مش محتاجه الانتيجين يحصل له بريزنتيشن على الام اتش سي، بنسميها نون ام اتش سي ريستريكتد. ايضا من الحاجات اللي بتميز الناتشرال كيلر سيلز ان هي تقدر تموت التيومر سيلز وزاوت اني برايمنج او زاوت اني بريفيوس اكتيفيشن. تعالوا بقى نجمع الفانكشنز اوف ناتشرال كيلر سيلز وفي نفس الوقت نشوف الميكانيزم اوف كيلينج. الناتشرال كيلر سيلز لها دور عظيم جدا في الكيلينج اوف تيومر سيلز اند فايرال انفكتد سيلز. ده بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق سايتوتوكسيك جرانيولز اللي هما البيرفرين والجرانزايمز. البيرفرين بتعمل بورز في التارجت سيل اللي هي التيومر سيل او الفايرال انفكتد سيل، وبالتالي ده بيسمح للجرانزايمز انها تدخل جوه الخليه وتبدا تعمل بروجرامد سيل ديث كيلينج، بنسميه ابوبتوزيس او بروجرامد سيل ديث. ايضا الناتشرال كيلر سيلز بتقدر تفرز نوع من انواع السيتوكاينز اسمه انترفيرون جاما، والانترفيرون جاما ده مهم جدا في الاكتيفيشن اوف ماكروفاجس. الناتشرال كيلر سيلز ايضا بتقدر تعمل ديستراكشن للتارجت سيلز اللي هي التيومر سيلز والفيرال انفكتد سيلز عن طريق ميكانيزم مهم جدا اسمه Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity، وده لان التارجت سيلز اللي هي الفيرال سيلز الفيرال انفكتد سيلز او التيومر سيلز ممكن يكون على سطحها Antibody، يعني في Antibodies مسكت على سطح الفيرال انفكتد سيل او التيومر سيلز. الناتشرال كيلر سيلز بيبقى لها ريسبتورز
بنسميها اف سي ريسبتورز، بتتعرف على استراكشر موجود في الاميونو جلوبولين، في الغالب بيكون اميونو جلوبولين جي اللي بيكون ماسك على التارجت سيل، وبالتالي بتقدر تموته عن طريق انتي بودي ديبندنت سيل ميدييتد سايت توكسيستي. ننتقل الى نوع اخر من انواع الاميون سيلز وهو الماكروفاجس. الماكروفاجس زي ما قلنا قبل كده بتعتبر important cell في الـ innate immunity، وأيضا الماكروفاجس يعتبر important cell في الـ acquired immunity، علشان كده هي بتمثل لينك قوي جدا between الـ innate immunity والـ acquired immunity. ايه هو الـ origin of macrophages؟ الماكروفاجس originate from blood monocytes اللي بيسيب السيركيوليشن عشان تقدر توصل الديفرنت تيشوز. الماكروفاجس لها مسميات مختلفة في التيشوز، فالماكروفاجس في الليفر بنسميها كابفر سيلز، والماكروفاجس في السنترال نيرفس سيستم بنسميها مايكروغلايا. الماكروفاجس بتعتبر ايضا important antigen presenting cells، بتقدر ان هي تعمل انجيشن للميكروبس ودايجيشن، وبعد كده تعمل لها ديسبلاي من خلال الكلاس 1 MHC مولكيول، وبالتالي بيتم التعرف على الانتيجين اللي موجودة على سطحها عن طريق التي لينفوسايتس. ايضا الماكروفاجس تقدر ان هي تفرز انفلاماتوري سايتوكاينز زي الانترلوكين 1 الانترلوكين 6 والتيومر نيكروزيس فاكتور الفا. ايضا الماكروفاجس على سطحها موجود كومبلمنت ريسبتورز، وبالتالي بتقدر تتعرف على الكومبلمنت درايفاتيفز اللي ممكن تكون ديبوزايتد على سطح الانفيدنج باثوجينز، وده بيزود جدا الفاجوسايتوزيس في عملية بنسميها اوبسونيزيشن. ايضا الماكروفاجس على سطحه فيه اف سي ريسبتور، وبالتالي يقدر يموت التارجت سيل عن طريق الانتي بودي ديبندنت سيل ميدييتد سايتوتوكسيستي زي ما شرحنا قبل كده. ايضا وجود الـ FC receptors على سطح الماكروفاجس هيزود جدا وهيساعد في عملية الـ opsonization. ايضا الماكروفاجس بتقدر تعمل expression لمجموعة من الـ receptors اللي تقدر تحس بوجود الـ pathogens، بنسميها pattern recognition receptors. يبقى اذا الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز بتقدر تتعرف على باثوجين اسوشييتد موليكولار باترنز ستراكشرز ذات ار كونزرفد ان برود كلاسز اوف باثوجينز. التول لايك ريسبتورز تعتبر اكزامبل من الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز، ودي بتقدر تو بايند سبيسيفيكالي تو ديفرنت باثوجين كومبوننتس زي اللايبوبوليساكارايدز of microbes والDNA of microbes. ننتقل الى نوع اخر من انواع الاميون سيلز وهي دندريتك سيلز. الدندريتك سيلز بقسمها لنوعين، interdigitating dendritic cells والنوع الثاني follicular dendritic cells. الانترديجيتاتنج دندريتك سيلز دي موجودة في الليمفويد والنون ليمفويد تيشوز، ومنتشرة في معظم أنحاء الجسم، وزي ما قلنا قبل كده إن الدندريتك سيلز لها دور مهم جدا في البرزنتيشن أوف أنتيجينز، علشان كده بنعتبرها بوتنت أنتيجين بريزنتنج سيل. الفوليكولار دندريتك سيلز موجودة في السبلين والليمف نودز، ووظيفتها انها تعمل ديسبلاي
of antigens للاكتيفيتد بي لوفوسايتس اللي موجوده في الليمفويد فوليكلز، وبالتالي ده هيزود الانتيبادي ريسبونس. دي مجموعة من الريفيو كويتشنز اللي ممكن نستعين بيها بعد ما نذاكر المحاضرة. Enumerate the primary and the secondary lymphoid organs of the immune system. What are the antigen presenting cells? Enumerate the surface structures on B cells and their main functions. Describe different types of T lymphocytes. Compare between T helper 1 and T helper 2 cells. Describe different mechanisms of killing of microbes by CD8 T cells and natural killer cells. What are the characteristics of macrophages? Define opsonization, the antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, and apoptosis. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.